فيوتشر في المجمل عامل موسم حلو، عامل موسم حلو. بقول لك موسم حلو ليه؟ انه عاده لما يبقى في فريق جديد في الدوري الممتاز بيحتاج وقت كبير، يعني ممكن تقول موسم كمان، يعني تسيب له موسم كده تقول له ايه اعمل اي حاجه وبعد كده نشوفك في الموسم اللي بعده. لكن فيوتشر من اول موسم عامل شغل حلو، شغل كبير ورائع جدا. في كاس الرابطه كان رائع جدا، في الدوري ماشي بخطى ثابته جدا. النهارده زي ما قلت لك الفوز كبير جدا، مدير فني كفء هو الكابتن علي ماهر، قدام مدير فني كفء ايضا هو الكابتن احمد سامي سموحه، ماشي بشكل كويس برضو في الدوري. فتكسب بنتيجه كبيره زي دي فنتيجه رائعه لفيوتشر. بما اننا ذكرنا الكابتن علي ماهر، فالنظام بقى في الفرقه دي كله، تكوين الفرقه والشغل اللي فيه نظام، لازم يبقى وراه واحد زي الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر، مليون مبروك الفوز النهارده، ومليون مبروك الفرقه بشكل عام والاداء اللي بيقدمه الفريق على كل المباريات اللي فاتت. الله يخليك كابتن كريم، شاكر جدا جدا، وانت تقريبا لخصت الموضوع كله. لا كابتن، وحشني جدا اولا، بس عشان احنا من زمان ما اشتغلناش مع بعض، وده شيء وحشني والله يا كابتن. الله يخليك. وحشني الفطار الحلو بامانه. يلا على الهوا بقى كده، وحشني الفطار الحلو. منور يا كابتن، والف مبروك النهارده الاداء والنتيجه كمان. الله يبارك فيك كابتن كريم. هو ان انت يكون عندك تارجت وعارفه وماشي وراه، مصر على طريقه لعبك، مصر ان اللعيبه كلها في نظام وسيستم، ما حدش بيطلع براه، مصر على العداله لكل اللعيبه، وان في حاجه بتتقال لازم يكون لك شخصيه، وده الشيء المهم اللي احنا كنا بنشتغل عليه كاداره. صحيح. والكابتن علي ماهر، مين لازم يبقى لك شخصيه، انت عايز تبقى ايه، وعايز تتصنف ايه، وعاوز انت السنه دي هنعمل ايه، والسنه اللي بعدها هنعمل ايه. صح. فلازم يكون عندك خطوات ثابته بتمشي عليها، ممكن ما يتحققش تارجتك زي ما انت قلت في اول سنه، لكن اكيد هتوصل، لان انت الحمد لله رب العالمين زي ما انت قلت احنا بنبني نادي جديد مع فرقه جديده، اول مره يتعاملوا مع بعض، احنا جايبين لعيبه من 13 نادي، فصعوبه الموضوع زي ما انت قلت من هنا. كابتن علي ماهر في بعض اللعيبه اتعاملت معاه، وفي بعض اللعيبه كتير جدا ما اتعاملتش معاه. صحيح. فشخصيه نادي بتبنيها، شخصيه فرقه فنيه اداريه موجوده، فكل ده بيبقى صعوبات ليك ان انت تنور في اول سيزون. صحيح. فطبعا الشعار اللي احنا حطيناه هو الشغل بس، ما فيش كلام، يعني احنا هتلاقي كلامنا قليل جدا. صح. بس بنشتغل كتير. صح. كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه بيشتغل. الاداري بيشتغل اداري، المدرب بيشتغل، المدير الفني بيشتغل، اللعيبه بيشتغل، محدش بيتنقل في الكراسي الثانيه. يعني محدش بيلعب كرسي الثاني، محدش بيقول ان انا لعيب فانا ادخل في الاداره ولا ادخل في التشكيل فنيا، كل واحد عارف وظيفته. فعشان كده تلاقي حتى الحمد لله تلاقي النظام ده محطوط في الملعب موجود. صح. عندك كميه اسماء كتيره قوي كانت صعوبتها في ادارتها. أيوة. ان انت طول ما انت عندك نجوم واسماء. أيوة. انت هتديرها ازاي؟ أيوة. يعني بيبقى كل واحد له الايجو بتاعه وشخصيته وطريقه معاملته بتاعته تبقى عامله ازاي. كل ده الحمد لله رب العالمين. يعني انا والكابتن علي ماهر، انا معلش يا كابتن، عايز كابتن عبد الظاهر بعد اذنك مش عايز اقطعك، بس عايز ازود في دي شويه، انه لما يبقى عندك مجموعه كبيره من النجوم ادارتهم دي حاجه صعبه جدا. الناس ممكن ما تاخدش بالها ان انت معاك نجوم كتيره، ففرصه ان هم هينزلوا يلعبوا بسهوله، ده واحد. اتنين، ودي نقطه مهمه جدا، ان انت ممكن تجيب نجوم كتيره جدا بس ما فيش بينهم كيمستري، ما فيش بينهم انسجام، فتلاقي عندك اماكن ناقصه كتير، تلاقي اصلا النجوم ديت انت مش عارف تلعب مين وما تلعبش مين، تلاقي النجوم ديت بتتخانق مع بعض. فتفصيل تكوين الفريق كمان تفصيله ناجحه جدا، وادارتهم حاجه انجح بكتير. الحمد لله. ردا على كلامك كمان وتكمله، يعني النهارده غايب جنش فمحمود حمدي بيتألق، مش عبد المنعم فمحمود مرعي بيتألق، هو وسعد سمير، وعندنا دعمنا في نص السيزون بمروان الصحراوي لما مشى من عندنا عبد المنعم. صحيح. عندك جونسان تحتيه طارق طه، هتلاقي عمر كمال عبد الواحد دلوقتي لما لعبناه باك رايت راح منتخب مصر. صح. ولعب منتخب مصر. صح. عندنا حتى نص محمود شعبان، نص ملعب احنا النهارده غايب عننا
انا بشايف ناس الحمد لله الحمد لله، لو اللي شفتهم في اي فرقه ممكن تحس ان الفرقه وقعت. عندنا غنام محمد الديفندر الاساسي بتاعنا مصاب بقاله 4 5 ماتشات، ما حدش حاسس بيه، لان رضا والعربي ومانو حتى لما نزل في المنظومه صغير حسيت ان هو كويس جدا، لان كريم ميدفيد موجود. ثبات مستوى ناصر ماهر واحمد رفعت. عندناش النهارده كمان فاروق غايب عننا، عاطف لسه بقاله ماتشين ثلاثه بيلعب، بس قبل كده ما كانش موجود. مروان محسن اتصاب في اول السيزون. فانت قابلت مشاكل، بس الحمد لله لو انت بتعمل السكواد كنت عامل حسابك ان رقم واحد ما يبقاش بعيد قوي عن رقم اثنين. ما يبقاش بعيد خالص. النهارده انا ما فيش لعيب عندنا في القايمه ما لعبش، يعني تقريبا ال 30 او ال 34 لعيب تقريبا بناشئين موجودين لعبوا ال 13 ماتش ده كلهم لعبوا. اهم حاجه ان انت تحسس اللي انت جايبه ده ان هو ما يرميش الفوطه، ان انت هتحتاجه في اي وقت. الرابطه كاس الرابطه وساعدنا جدا 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 في الاندماج بتاع الفريق، لان احنا ما بدانا بدانا الدوري كنا عمليه الفتره اعداد ما خدناش راحتنا في الماتشات الوديه والتمارين، فدخلنا على دوري على طول، فطبعا كان باين جدا ان احنا الانسجام بعيد عننا. لكن كاس الرابطه كان فوائده كتيره جدا بالنسبه لنا، واظن ظهر جدا ان انت تكسب 4 ماتشات من 5 ماتشات وتتصدر المجموعه، اول واحد متصدر وتوصل للمرحله دي. الحمد لله رب العالمين. اللعيبه عندها هدف كمان، يعني انت كنت بتراهن على لعيبه كتيره جدا، وكنا بنتكلم انا والكابتن علي ماهر ان في لعيبه ما كانتش بتلعب في انديه كتير، خلي بالك اللي ظاهر ان احنا عملنا لهم جو مناسب، حطيناهم في مناخ كويس ان هم يقدروا يكونوا كويسين كاداره. انت عندك انت عندك بموهبتهم ان هم لعيبه كبار. كريم ندفل ناظر ماهر وشوية. طبعا ما لعبش كورة النهارده الحمد لله، لعب 13 ماتش من 13 ماتش صح 90 دقيقة، يعني مش خلي بالك ده نجاح كبير جدا. سعد سمير انا شايفه بيتألق بيرجع لمستواه بشكل كبير جدا جدا يعني فاهمني. ناصر ماهر ما كانش بيلعب في النادي الأهلي، حط في مناخ جاي جدا وقعدنا معاه وايه مشاكلك وايه اللي احنا نقدر نساعدك بيه، عشان احنا مأمنين جدا بموهبته. صح جدا جدا صح. يعني احمد عاطف قلنا عليه ان هو شاب صغير مستقبله جاي، الحمد لله دلوقتي بيأدي بشكل كويس جدا. يعني لو انت عندك كمان مروان محسن قبل ما يتصاب كان متألق جدا وقت ما كان جاي لك من الاهلي كمان، يعني كان عنده مشاكل معنويه ونفسيه كتيره جدا بسبب هجوم وانتقاد الراجل، نزل ولعب بشكل كويس جدا وادى بشكل كويس جدا. انا بكمل على كلام حضرتك، يعني انا مروان كان جايب من 4 ماتشات جاب جونين صحيح 50% من التارجت، وكان ماشي بشكل من اكتر الناس اللي انا زعلت عليهم، لانه كان المفروض دلوقتي كان هيبقى راس حرب منتخب مصر، كنت براهن عليه لانه كنت بشوفه بالتمرين بشكل حد بيموت نفسه عشان يوصل للتارجت بتاعه. وسبب تاخرنا في النقط انا بقول ان مروان محسن اثر على الفرقه، لانه كان ضلع من الاضلاع الفريق الاساسي بشكل كبير جدا. طيب انا عايز اسالك على حاجه بقى يا كابتن عمزار، واكيد حضرتك بتحضر لها من دلوقتي، فكره انه الفرقه برضو اعتمدت على بعض المعارين عشان هم لسه بادئين بتكون فرقه جديده، هل انت بقى الخطه الجديده او الخطه اللي هتبقى في السنه اللي جايه هتبداوا تشوفوا بقى لاعبين تشتروهم يبقوا عندكم بشكل عام، المعارين دول ممكن تتكلموا عليهم، يعني دي خطه بعد كده ولا هتكمل موضوع الاعراض دوت الموسم اللي جاي؟ لا لا طبعا احنا شغالين في تطوير الفرقه من دلوقتي. هايل. حالا دلوقتي، يعني من الاسبوع اللي فات اشتغلنا في تطوير الفرقه، لان انا مش هستنى للسيزون الجاي. صحيح. لان انا مش هقدر اتزنق. صح. والاداره الجيده اللي هي تفكر قدام موجودة. ما خد بالك انا ما كانش ينفع اسال السؤال ده غير ليك انت، عشان عارف ان انت راجل بتشتغل من بدري قوي، ما بتستناش اللحظه الاخيره. بالظبط. فلا طبعا عارفين طبعا احنا عندنا من اعراض وشبه مجهزين وشبه متفقين ان في تروس هتركب ثانيه، بس احنا بنبني الفرقه بطريقه مختلفه شويه. يعني انا مش عندي الفنيات هي الاساس، على اساس انت نادي جديد بتبني قيم
وتبني شخصية وترسخ عند اللعيبه والناس انت مين، وده الشيء المهم جدا. جات ثابته ما بتتغيرش بتغيير الاشخاص. يعني عبد الظاهر موجود، السيستم والشغل والاستراتيجيه والمواصفات اللعيب اللي يدخل فيوتشر مواصفات معينه صحيح تماما. لان اوضه اللبس صعبه جدا يا كابتن كريم 100%، وان انت تعمل تيم بسرعه كده والحمد لله رب العالمين، نمسك الخشب الحمد لله ما فيش عندنا مشاكل ولا حد بيطلع على النص، ومشاكلنا دايما في الاوض المغلقه اللي موجوده. وان انت تعمل نظام ده اساس النادي. النادي بقى بعبد الظاهر بعلي بابراهيم باسماعيل اي حد يجي تاني غيرنا يكمل المشوار. انت بتحط اساس وشخصيه للنادي، ان النادي ده عايز يروح في حته معينه، عايز يبقى يتصنف من الكبار. يتصنف ده له شغل تاني خالص. عشان كده ان انت السؤال ده بحييك عليه. شكرا. لان انت لازم يحصل دايما عمليه تطوير للفريق، دايما عمليه تطوير. صحيح. لكن من اصعب حاجه كابتن كريم ان انت تركب ترس في تروس كانت شغاله قبل كده. مظبوط. انت هتجيب مين عشان ايه؟ يعني انت هتجيب كل اللي فري ولا انت جايب حد عشان يركب في ترس ناصر ماهر وفاروق ورفعت ولا اشرف مجدي ولا مصطفى البت؟ يعني انت جايب ليه؟ افسر دي يا كابتن عبد الظاهر اكتر. يعني انت ممكن يبقى في واحد متاح ليك في السوق يبقى اسم كبير وموهبه كبيره، بس مش هتركب في التروس بتاع الفرقه، يبقى بلاش منه. انا ما ينفعنيش ما يتركبش في التركيبه بتاعتي، لان صح. احنا مش بنشتغل اداري بس، بنشتغل مع المدير الفني بتاعنا وهو فاهم كويس جدا احنا بنعمل ايه. هايل. يعني احنا كاداره اللي هو انا المدير الرياضي والكابتن علي ماهر في تواصل، ان احنا عايزين نعمل حاجه شخصيه للفريق. احنا الحمد لله ما تهزناش في النتائج ولا تهزنا ماتش الزمالك لما اتغلبنا في اخر دقيقه، قدمنا عرض كويس جدا جدا جدا. صحيح. كان مزعلنا جدا جدا ماتش نادي الزمالك. انت عارف انت مشوار انت رايحه. اهم حاجه تبقى عارف انت رايح فين. ده الشيء المهم جدا. وعلى الهدف والتارجت اللي انت بتعمله انت شغال وعندك ثوابت. اللي بيلمعك او اللي بيخليك ناجح ايه؟ ان المنظومه كلها فاهمه هي رايحه فين. صحيح. مفيش حد واي حد بيروح او يفكر او يعمل حاجه ان هو مش فاهم، على طول بيرجع على طول بيرجع تاني. صحيح. على طول. صحيح. طيب كابتن عبد الظاهر انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى النهارده. انا بقول يا كريم ان احنا النهارده كنا بنلعب مدير فني كبير وفرقه كبيره وفرقه بتعرف تكسب وما بتعرفش تخسر كتير. لو جيت تشوف نتائج نادي سموحه ما بيخسرش كتير. صح. يعني هو يا اما كسبان يا اما متعادل. عشان كده انا قلت النهارده الفوز ده صعب جدا على فيوتشر، وانه يكسبوا بنتائج كبيره زي ديت، فانت كسبان قدام مدير فني محترم جدا وفرقه محترمه جدا بصراحه. عشان كده النتيجه النهارده بقول لك ان سيناريو المباراه خدمنا. بس قبل ما يخدمنا احنا كنا عاملين بالاسباب. صحيح. يعني طرد برضو سهل علينا الموضوع بشكل كبير جدا. صح. طيب كابتن عبد الظاهر قبل ما اختم معاك الكلام ده كله على المدير الرياضي بنادي فيوتشر، انا بقى دلوقتي بتكلم مع اسم كبير في تاريخ منتخب مصر، عندنا مواجهتين في منتهى القوه قدام السنغال، وعايز اسمع كلمتين كده فيهم تفاؤل وفيهم طمانينه للجماهير المصريه ولينا كلنا. يعني انا مش عايز اكتر من مما انتهينا منه. يعني ما نرجعش لورا وما نرجعش اللعيبه لورا ولا نرجع نفسنا لورا. هايل. خلينا نبدا ما احنا انتهينا، احنا انتهينا مباراه هايله جدا. احنا بس عشان نفكر الجماهير، احنا في 98 ما كناش احسن منتخب. أيوة. عشان كده خدنا كاس امم. ما كناش في 2006 احسن منتخب، ولا كان عمرنا كنا احسن منتخب. والله اكنك كنت سامعنا يا كابتن عبد الظاهر لسه قايل الكلمتين دول من شويه. والله لا انا لسه. انا عارف يا كابتن عبد الظاهر. لا انا عارف. احسن تيم عنده روح. صح. عشان كده بقول الجيل ده اتولد يوم ماتش الكوت ديفوار. صحيح. خلينا بامانه، انا اول مره انا شخصيا احس بمنتخب مصر من يوم ما بطلت قلب ماتش الكوت ديفوار والكاميرون والمغرب والسنغال. بعتبرهم مواليدهم اربع ماتشات. صحيح. انا شخصيا مش عايز من لعيبه ولا عايز من حد غير النتيجه دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيعملها، بس ما تتعب وتاخد بالاسباب وتثق في نفسك ان مهما الناس دي وصلت لمرحله من الاحترافيه والنجوميه هم خايفين منك. صح. بس عشان تبقوا محط اللعيبه
كانوا بيقابلونا سبحان الله. دروجبا ده كان احسن فروت في العالم وهداف الدوري الانجليزي وكل حاجه، وبيجي بنكسبه. صح. بس بنكسبهم ليه؟ عشان احنا عندنا ذكاء ملعب مش موجود في اي حته، عندنا ناس بتدعينا، عندنا 100 مليون بيدعوننا. فعشان كده انتوا بس اعملوا اللي عليكم. ايوه. وانا واثق جدا 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 ان احنا وصلنا لشخصيه المنتخب. صحيح. خلاص. اللي احنا كنا فاقدينها من زمان، اللي هي الناس ما كانتش راضيه عنه. احنا كنا وصلنا كاس العالم والناس مش مبسوطه يا كريم. ايوه. يعني احنا كنا الناس وصلت حققت تارجت ما اتحققش من سنه 90 وايام كوبر طبعا، فما اتحققش التارجت ده من زمان. لكن ما كناش مبسوطين. ليه؟ لان ما كناش لاقيين المنتخب. النهارده لا، النهارده اقدر اقول لك ان احنا عندنا منتخب قوي جدا جدا جدا. ناقصنا عمليه التطوير في الهجوم بس. ان اللعيبه تقدر تطلع من تحت لقدام. بنلاعب فرقه عظيمه، بنلاعب فرقه جامده جدا. ايوه. طب احنا طول عمرنا بنلاعب فرقه جامده، خلي بالك احنا ما بنلعبش جامدين غير مع الجامدين. صح صح. خلي بالك الجيل ده اول مره يقابل الكوت ديفوار. صح. صح. في تاريخه. صح. من الجيل ده اول مره كان يقابل الكوت ديفوار في تاريخه. والكاميرون ده تاني مره يقابلها، قابلها مره في نهائي كاس افريقيا 2017 وقابلها تاني مره يقابل الكاميرون. صحيح. صح. صح. المغرب اعتقد قابلوها قبل كده في 2017 برضه، تخن الذاكره في 2017 بالظبط. هدف كهرباء اول مره يقابلوا السنغال. صحيح. عملوا معاهم ماتش جيد. عملوا ماتش جيد. صحيح. الفرق اللي احنا بنقابلها صعبه، عايزه مذاكره وتركيز. وبص بناشد الجمهور. ايوه. اللعيبه دي مش هتكسب الا بينا. ايوه. عشان احنا ما كناش بنكسب الا بيكم. صح. فانتوا لو دعمتوا المنتخب هنكسب. صح. ما دعمتوش والله ما يكسبوا. ايوه. اسمعوا بالظبط يا جماعه، الناس بتتاثر جدا جدا. التليفون الموبايل ده داخل كل غرفه ملابس لعيب. صحيح. مع كل لعيب. صحيح. ما تستهترش او تستصغر تقول انا بكتب حاجه، لا محدش هيشوفها. هتاثر عليك. لا يقول لك بس ما حدش هيشوفها كده كده بكتب لاصحابي. لا هيشوفها. لما حد يعمل لها شير هيشوفها. هيشوفها. وما تتريقش. يعني فاهمني؟ وما تتريقش. ادعم بجد ومن قلبك، لان فعلا احنا محتاجين ان احنا نروح كاس العالم، لان احنا ما خدناش كاس افريقيا. فاحنا بتفكر الموقف الجزائر يا كريم، لما احنا طلعونا من كاس العالم رحنا على طول على طول خدنا كاس افريقيا 2010. صحيح. على طول. صحيح. فالنهارده هو مطلعك من كاس واخد منك كاس فانت لازم بقى تاخد منه كاس العالم. ان شاء الله. ما ينفعش ياخد الاثنين منك. ما ينفعش. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساعي المدير الرياضي بنادي فيوتشر نجم منتخبنا الوطني المصري الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.